بسم الله. بسم الله. الحمد لله بارئ الأنام، خالق الإنس والجان، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، مرسل الرسل بالبيان والتبيان، رافع منارهم في الملوان، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على الدر تاجهم الخاتم العدنان وآله وصحبه أولي الفضل سادة الأعلام. وهذه قراءة في سير النبلاء الأعلام للعلامة الجهبذ الذهبي ابن قيماز الإمام بإسناد شيخنا النميري غفر الله له ولوالديه ومشايخه ما شعشع القمران. سرية زيد بن حارثة القردة أو القردة يا شيخ. معذرة يا أبو حلا، تفضل. سرية زيد بن حارثة إلى القردة أو القردة. يا سلام، ممتاز. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، وأهلا ومرحبا بكم أيها الفضلاء الكرام في هذا الدرس المبارك في سير أعلام النبلاء، ونحن في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نتكلم اليوم عن سرية زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القاردة، بفتح القاف المثنى الفوقانية وفتح الراء والدال المهملتين إلى القاردة. هكذا، أين تقع القاردة؟ هذه في العيص. هذه فين؟ هذه في العيص أيها الكرام الفضلاء. أو الآن حنوضح، الآن نوضح الآن كل شيء عن هذه السرية المباركة. طيب، أولا هذه السرية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما الفرق بين الغزوة والسرية؟ يا أبا حسن، أسمعنا صوتك الجميل، أسمعنا صوتك الجميل يا أبا حسن. طيب يقول يا أنس، قول يا أنس يا أبا محمد، ما الفرق بين الغزوة اللي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم والسرية؟ ممتاز، فيها الصحابة. طب كم غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام؟ 26. طيب ممتاز، الآن هذه هي الفرق بين الغزوة والسرية. طيب، من كان القائد على السرية؟ زيد بن حارثة. ومن، وليه طلعت السرية؟ السرية خرجت لتعترض عيرا وتجارة لقريش. طيب متى وقعت هذه؟ وقعت بعد غزوة بدر بستة أشهر، قيل في جمادى الأولى سنة 3 هجرية. طيب ماذا حدث؟ انتصر المسلمون واستولوا على القافلة. مين كان رئيس القافلة؟ كان صفوان ابن أمية. يا سلام، كان صفوان ابن أمية. إذن خرج زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه في جمادة الأولى، يعني في الشهر الخامس من التقويم الهجري، مع يعني بعد 28 شهر من الهجرة، بعد 2.5 سنين. وكان رئيس البعثة، رئيس قافلة الكفار القرشيين، صفوان بن أمية. طيب نعيم بن مسعود قادم المدينة ومعه خبر إن في عير لقريش، وكان على دين قومه، واجتمع باليهود، هذا الملاعين، هذا بكنان بن أبي الحقيق من بني النضير، ومعهم سليط بن النعمان من أسلم.
فشربوا وسكروا. فلما سكر طلع السر، قام تكلم على طول، قال يا جماعة ترى في عير طالعة. الخبر وصل للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان هذا سبحان الله. مين كان مسلم معاهم اللي نقل الخبر؟ سليط بن النعمان، وكان في وقت لم تحرم فيه الخمر لسه، وكان عينا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه فائدة لما يكون عندك يسمون الاستخبارات العسكرية، هذه الاستخبارات ايش العسكرية اللي هي الميلتري انفستيجيشن، عرفتم الانتليجنت او الانتليجنس. نقل الخبر على طول النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل من وقته زيدا ومعه هؤلاء الصحب الكرام كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية. الأحداث اللي حصلت، قريش هذه خافت على الطريق اللي كانوا يسلكونه إلى الشام بعد غزوة بدر، غيروا الطريق فسلكوا طريق العراق. فخرج منهم أبو سفيان ومعه فضة كثيرة جدا، واستأجروا رجل من بكر بن وائل اسمه فرات بن حيان العجلي، حليف من حلفاء بني سهم، ليدلهم على الطريق، كان خريتا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فلقيهم على ماء يقال له القاردة، بير كده اسمه القاردة، فأصاب تلك العير وما فيها، الله أكبر. وعجز الكفار أنهم يستخلصوها وقادموا بها على النبي عليه الصلاة والسلام، فقمسها فبلغ خمسها 20,000، يعني قيمة العير كله حيكون كام يا أبو حلا؟ 20,000 أنت رجل أكاونتنت، الخمس 20، إذن قيمة القافلة كانت كام؟ 100,000، 100,000، 20 × 5. طيب، وقسم بقية الأخماس الأربع على السرية، وأسروا مين؟ أسروا فرات بن حيان اللي هو الدليل، فأسلم. إذن هنا عندنا مجموعة من الأعلام نريد أن نتكلم عنهم الآن. زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه توفي سنة 8 من الهجرة. فين توفي زيد بن حارثة يا أبا محمد أنس؟ لا أعرف شيخنا. أحسنت، من قال لا أدري فقد أفتى. طيب، تذكرون الغزوة التي مات فيها ثلاثة من الصحابة؟ يا أبا سعيد، ما هي الغزوة التي مات فيها ثلاثة من الصحابة ونعاهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ مؤتة يا حبايبي، مؤتة في أرض البلقاء من بلاد الأردن. قال الراية مع زيد، فإن مات زيد تكون الراية مع جعفر، فإن مات جعفر فراية مع عبد الله بن رواحة. مات هناك زيد بن حارثة، صحابي وقائد ملهم، وكان مولى النبي عليه الصلاة والسلام الذي تبناه. ثم نزلت الآية بتحريم التبني، ادعوهم لآبائهم، فبقى من ذاك اسمه زيد بن حارثة. هذا هو كان قائد هذه السرية، سرية القاردة. وقلنا القاردة فين؟ في جهة خليص، تعرفون خليص كلكم إن شاء الله عز وجل. طيب، وزيد بن حارثة أول الموالي إسلاما، وكان من السابقين الأولين للإسلام، وكان اشترى حكي بن حزام وأهداه لخديجة عمته، وستنا خديجة أهدته لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن، ولا إيش رأيكم؟ في صحابي ثاني ذكر اسمه صريحا في القرآن يا شباب؟ لا يا شيخ. أيوة، فلما قضى زيد منها وطرا، يا سلام، شهد المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولقي الله شهيدا في غزوة مؤتة، وكان قائد الجيش أمام مين؟ أمام الرومان البيزنطيين والغساسنة، وكان عددهم يفوق عدد المسلمين رضي الله عنه. تعرفون لما مات كان عمره كام يا شباب؟
48 سنة، 48 سنة يكنى بأبي أسامة، أسامة بن زيد بن حارثة. أنا جالس في كتاب ألف فيه بعنوان من الصحابة والتابعين والسلف من مات دون 60. سبحان الله، منهم هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. طبعا زوجته أم أيمن الحبشية برة اللي هي أم النبي عليه الصلاة والسلام وحاضنته رضعته، قال أم أيمن أمي بعد أمي. وبعدين تزوج بزينب بنت جحش بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم طلقها عليه رضي الله عنه وأرضاه ابن عمة النبي أميمة بنت عبد المطلب، وبعدين تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تزوج بأم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط صحابية جليلة، وهي أخت عثمان بن عفان لأمه، وأسلمت بمكة قبل أن يأخذ النساء في الهجرة إلى المدينة، وهاجرت وبايعت رضي الله عنها وأرضاها. ثم تزوج بعد ذلك در بنت أبي لهب، وهي صحابية أيضا، أبوها مين؟ أبو لهب سبحان الله، عبد العزة، وأبوها هو من؟ أبونا. انظر، وأمها أم قبيح أم جميل سبحان الله، شيء عجيب. أولاده أسامة بن زيد، وأبوه اسمه حارثة ابن شراحيل، وله من الإخوة والأخوات جبل ابن حارثة، جبل ابن حارثة. طيب الآن طبعا والد هذا حارثة ابن شراحيل قيل أنه دعاه النبي للإسلام فأسلم، ذكر ذلك ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. دائما كان شيخ الشيخ محمد الآدم يقول هذا سبحان الله، وذكره ابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة، حارثة ابن شراحيل الكلبي من بني كلب من بطون قضاعة، وزوجته اسمها سعدة، وزوجته اسمها سعدة. اللي حصل ان زيد بن حارثة أسر وهو صغير وباعوه في سوق عكاظ، وظل يبحث عنه سبحان الله، يبحث عنه يبحث عنه يبحث عنه لحد ما تعب، وقال فيه أبيات جميلة سبحان الله، يعني قالها في ابنه زيد، أبيات حقيقة ينبغي الإنسان أنه يعني يحفظها وينتبه لها لجمال ما فيها من اللغة الرصينة سبحان الله. يعني ولذلك إن من الشعر، إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر لإيش، وإن من الشعر لحكمة. وتعرفون فقد الابن عزيز يقول بكيت على زيد ولم أدر ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل، فالله ما أدري وإني لا سائل، أغالك بعد السهل وما لك الجبل، ويا ليت شعري هل لك الدهر أوبة، فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل، تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذ غربها أفل، وإن هبت الأرواح هيجن ذكره، فيا طولما حزني عليه وما وجل، سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا، ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل، حياتي أو تأتي علي منيتي، فكل امرئ فان وإن غره الأمل. يا سلام، قالوا ترى أنا سأبكي عليك وأنا ماني عارف أنت وينك، أنت حي ولا ميت، أنت اغتالك السهل ولا اغتالك الجبل، قتلوك في جبل وقتلوك في سهل، وأنت حترجع لي في يوم ولا ما أنك راجع، الشمس إذا طلعت أتذكرك، وإذا غربت أيضا أتذكرك، وإذا الريح هبت أنا أتذكرك، فأنا حزين سأعمل نص العيس. ما معنى نص العيس يا شباب؟ ما معنى نص العيس؟ يقطع يا شيخ عندك. ما معنى
سأعمل نص العيس. إيش يقصد بهذا البيت؟ العيس هي الإبل يا شباب، العيس هي الإبل، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. يعني قال أنا حركب الإبل وألف الدنيا كلها لين ألقاك. سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل. قال أنا ماني، أنا ما حتعب من البحث، إلا أن الإبل هي اللي تتعب من إيش؟ من المح يعني، أو تسأم الإبل حياتي أو تأتي علي منيتي، فكل امرئ فان وإن غره ماذا؟ وإن غره الأمل. يا أخي كلام عجيب وكلام جميل، سبحان الله. هذه يا كرام لما الإنسان يعرف قيمة الأب ما يعق يا شباب. يعني الآن جايني سؤال سبحان الله من أحد الناس، يعني أنا أريد أن أقرأ لكم السؤال يعني كما أتاني بحذافيره، يعني أريد أقرأ لكم السؤال بحذافيره لتعلم نحن كيف مقصرين. يعني شوف يعني أحد الناس إيش يقول إيش يا شباب، يقول لك أيوة سبحان الله، يقول وصلت المرحلة لا أعلم بها لله، أنا تعبت من حالي، لا عندي عمل ولا عندي زوجة ولا صديق أتكلم معه، لكن أنا قال أنا المشكلة كلها عند أمي، تتدخل في شؤون حياتي وإلى غير ذلك، وتسألني عن الكبيرة والصغيرة إلى غير ذلك. يا خلها تسأل يا أخي، خلها تسأل وأنا أخوك يا أخي، ما أنت حرمتك بتقعد تسألك أنت كلمت مين، طلعت مع مين، رحت مع مين، جيت مع مين، صح ولا لا يا شباب يا متزوجون؟ تكلموا لا تخافوا من حريمكم. نعم نعم أنا ما أخاف. صحيح. أيوة تسألك عن الصغيرة والكبيرة. جزاك الله خير. في واحد في مرة اتصل سبحان الله، كان راكبين سيارة ومع صاحبه كده، واتصل بي اتصل التلفون، فقال له يا أخي رد أنت لصاحبه عشان ما الكاميرات ما تسيبني يعني مخالفة. قال أعوذ بالله إيش قال مكتوب أمن الطرق. قال له هذه حرمتي يحساب إنه هو سوى مخالفة يعني وكده. قال له هذه حرمتي، أنا مسمي أمن الطرق، ما عاد تسألني بس رحت فين جيت من فين، رحت فين جيت من فين. ومع ذلك سؤال حرمتك على قلبك زي العسل، وتقول والله أصلي هي بتغير علي أصلي كده. طب ما أمك ما بتغيرش عليك، يعني أمك دي ما عندهاش غيرة؟ إيش معنى أنت أمك سألتك أصبح سؤال أمك عليك كده؟ يعني سبحان الله ليس بردا وسلاما غير مقبول. ولما حرمتك سألتك كده وكل اللي تسألك في الكبيرة والصغيرة أنت فين ورحت فين وكلمت مع مين ومين اتصل بيك والكلام ده كله، بقى على قلبك زي العسل. هذه البلوى العظيمة التي نحن نعيش فيها أيها الكرام الفضلاء. أنا ما بقول لكم روح عندك أنت امسك حرمتك افرشها، ما تقدر تسوي كده أصلا أنت. ولا حتى حنا قلنا لك سوي كده، لكن احنا نتكلم أن أمك لها حق عليك. إذا ما عجبتك زوجتك بتتزوج اثنين وثلاثة وأربعة، وكم نعرف من ناس تزوجوا، والله واحد جلسنا معاه قال أنا تزوجت 29 مرة، وواحد ثاني جابين له مقطع تزوج 43 مرة. لكن أمك أين تجد أمك أنت جزاك الله خير؟ هي أم واحدة ما في غيرها. الشاهد هذا ما قاله زيد حارثة ابن شراحيل في ابنه زيد، يقول لك سبحان الله، وقاعد يبحث عنه لحد ما سبحان الله بعض أهله شافوه عند النبي عليه الصلاة والسلام وكلموا أبوه، ألحق حصلنا ابنك عند النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فهنا أتوا للنبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا أن يدفعوا المال والفداء. شوف حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، يا سلام عليك يا رسول الله، يا رب تجمعنا وياك في جنات النعيم، يا رب تجمعنا من غير ضراء مضرة، وأحبائنا والمسلمين مع رؤية ربنا في غير ضراء مضرة. قالوا إحنا الآن يا رسول الله بندفع لك فلوس وانت تدينا زيد. قال لا لا ما أبغى فلوس، أنا احنا نجيب الآن ونخيره، انت يا ولدي تبغى تقعد معاي ولا تروح مع أبوك؟ فدعاه النبي وقال له أنا من قد علمت ورأيت صحبتي لك، تختارني ولا تختارهم؟ فقال زيد قال ما أختار أحد عليك أبد يا رسول الله، أنت الأب والأم. الله أكبر، يا سلام يا سلام. قالوا أنت الأب والأم. فتعجب الناس، تعجبت اللي حاضرين الموقف هذا، أبو عمان وكلهم تعجبوا، قالوا يا زيد
ويحك، تبي تكون عبد ولا تكون حر؟ قال إني رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أبدل بأحد أبدا. أول من النبي شاف كده عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن سعد في الطبقات، أخذ وطلع به على الحجر الحطيم اللي هو الجزء المقوس هذا في الحار الكعبة اللي يسموه حجر إسماعيل، ولا علاقة لإسماعيل به. ثم قال لهم من اليوم يا من اشهدوا هذا زيد ابني أرثه ويرثني. ولسه كان الكلام ده يعني ما حرم إيش، ما حرم التبني. أول ما شافوا كده سبحان الله أبوه وعمه اطمأنوا ورضوا وانصرفوا وهم راشدين، وهم راشدين. أنت تستطيع أن تكون سفيرا بهذا الدين. أنا أنزلت لكم قصة الشاب ذو 38 سنة النصراني المقدسي الذي أسلم لموقف شاب سعودي التقى به في اسطنبول في الشهر الماضي، في شهر جولاي الماضي. نزلت لكم اللي هو يعني نقول إن إحنا ما نحب هذا، لكن يعني في شهر ذي الحجة أنزلت لكم هذا القصة، سمعتوها يا شباب؟ ها؟ لا سمع. أي نعم. انظروا سبحان الله، هذا الشاب النصراني لمن لم يسمعها نعيدها له. هذا الشاب النصراني يقول كان كارها للإسلام، لأنهم كانوا يعلموه في الكنيسة أن الإسلام إرهاب، وأن الإسلام هذول قتلة وسفاكين دماء. يقول فدخلت، قال رحت اسطنبول ودخلت إلى الحمامات أقضي حاجتي، وبعد ما انتهيت خرجت ونسيت شنطتي، فلما رجعت وجدت أنها فقدت وسرقت وفيها فلوسي وأغراضي. قال فلقيني شاب مسلم من السعودية فقال لي إيش بك أنت؟ فحكيت له القصة. طيب أنت إيش؟ قال له أنا نصراني. قال طيب إيش رأيك في، تعال نقعد كده. أخذوا كده في 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 مقهى وجاب له مشروب وجلس وأخذ يدعوه للإسلام. انظر كده لما تكون أنت مسافر وهمك دعوة الناس إلى الدين، كيف يكون توفيق الله عز وجل، كيف يكون توفيق الله لك. اجعل همك دوما كده يا أخي، أنت وطلع من البيت كم سيهتدي على يديك أناس، كم ستعلم جاهل، كم ستمر على إنسان ما يصلي تقول له صلي، كم سترى إنسان غافل تذكره بالله تبارك وتعالى. تتذكر حديث النبي لعلي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن علي في غزوة خيبر في الصحيح، لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. فقال، قال له شوف لا تكلمنا عن الإسلام، أنا كاره الإسلام وأكره المسلمين ولا أحب سير على المسلمين أبدا، وقفل مع السافة. قال له طيب إيش مشكلتك أنت؟ قال أنا ما عندي ولا فلوس. قال له طيب، أخذوا الفندق ودفع له 1500 ليرة وحجز له 3 أيام، ثم بعد ذلك أعطاه 1500 ليرة في يده قال له تصرف بها نفسك. قال له وما عندي جوال. قال له غدا ألتقيك في نفس المكان هذا الساعة كذا وأجيب لك جوال. يقول سبحان الله التقيت وانتظرته وجاني في نفس الموعد بالضبط. قال هذا هو الجوال، أنا عندي جوالين، هذا جوالي أنا فرمته لك وضبطته لك، ما يليق بك ولا شيء، لكن أنت ران أنا إيش يعني اتقبلها مني هدية وكذا. قال تعجبت وسابني ومشى خلاص، دعا للإسلام وأحسن إليه ويجوز الصدقة على الكافر رجاء أن يسلم، ما في مانع، رجاء والمؤلفة قلوبهم رجاء أن يسلم. قال له هذه تعاليم ديني. قال له أنت النصارى بيقول لماذا تفعل هذا معي وأنا أقول لك أنا كاره الإسلام والمسلمين؟ قال له هذا 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 ما علمني ديني، هذا ما علمني إيش ديني. مساب ومشى. يقول جلست أدعو وأقول يا رب إذا كان هذا الدين دين حق أرني فيه رؤيا. يقول يا رب لو أن هذا الدين دين حق أرني فيه رؤيا. يقول سبحان الله رأى في المنام واحد لابس عمامة وملتحي ويقول له يا فلان الله واحد الله واحد الله واحد. قال على طول أسلمت وجيت صليت الجمعة معاكم في المسجد. أرأيتم يا شباب لما يكون همك هو نشر الدين بالحكمة والموعظة والموعظة الحسنة. هذا زيد ابن ثابت أيها الكرام الفضلاء، النبي دعاه للإسلام أسلم
وأسلم بعد إسلام خديجة وعلي وقبل أبي بكر. ليس هذا نقصا في الصديق حاشاه، لأنه هو جالس مع النبي في البيت، وعلي جالس مع النبي، النبي كان يربي، وخديجة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فأسلم وهو أول الموالي إسلاما كما ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء لما يأتي معنا الكلام عن الصحابة. صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر معاه، ونزل زيد بن ثابت على كلثوم بن الهدم وهو صحابي مات سنة 2 من الهجرة من الأوس، كان قد أسلم قبل قدوم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مات قبل غزوة بدر بفترة قصيرة، وهو أول من مات من الأنصار بعد قدوم النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الطبري رحمه الله. شهد المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وشهد معه غزوة بدر وغيرها من المشاهد. وقال الذهبي في عزد الغابة، آسف ابن الأثير في عزد الغابة، يقول هو الذي كان البشير للمدينة قطع يا شيخ. أبو صهيب وكان زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه من الرماة، كان راميا ماهرا كما قال ابن سعد في الطبقات. ايوه سبحان الله، كان يتميز بانه كان راميا. من من الصحابه ايضا كان راميا يا شباب؟ سعد. مين من الصحابه كان راميا؟ سعد. نعم احسنتم، سعد بن ابي وقاص. سعد بن، وايضا الحافظ المزي نقل نفس الكلام عن في تهذيب الكمال في أسماء الرجال، نقل نفس الكلام عن زيد بن سعد فداك يا شيخ. كان إرمي سعد. أيوة قال إرمي سعد فداك أبي وأمي، كان راميا أيضا ماهرا من الرماة. نعم جمع له النبي ما جمع والديه لأحد كما جمع لسعد رضي الله عنه وأرضاه. قال سعد خالي فليرني امرؤ خاله. نعم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام من المعلومات أيضا أنه عقد اللواء له في 7 سرايا، في 7 سرايا اللي هي هذه اللي هي القاردة، وبعدين إلى الجموم، وبعدين إلى العيص، وبعدين إلى الطرف، وبعدين إلى حسمة، وبعدين إلى أم قرفة. أم قرفة عقد له الألوية كلها هذه كما نقل ابن سعد في الطبقات. وأعطاه اللواء في غزوة مؤتة وجعله القائد الأول على 3000 مقاتل. مين فيهم؟ فيهم ابن عمه جعفر بن أبي طالب وشاعره عبد الله ابن رواحة. نعم يقاتلون الروم والغساسنة الذين يفوقونهم عدة وعتادا. فقتل زيد طعنا بالرماح كما نقل ابن سعد في الطبقات، وأيضا ذكر الذهبي في السير. وكان ذلك سنة 8 من الهجرة، وقيل كان عمره 48 يوم قتل، أو قيل عمره 55، أو قيل عمره 55. نعم تفضل، لكن لا سرية زيد بن حارثة إلا القردة. أحسن الله إليك. قال ابن إسحاق سرية زيد التي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حين أصاب عير قريش وفيها أبو سفيان على القردة ماء من مياه نجد، وكان من حديثها أن قريشا خافوا طريقهم التي كانوا يسلكون إلى الشام حين جرت وقعت بدر. كانوا يسلكون إلى الشام. كانوا يسلكون إلى الشام
حين جرت وقعة بدر فسلكوا طريق العراق، فخرج منهم تجار فيهم أبو سفيان، واستأجروا رجلا من بني بكر بن وائل يقال له فرات ابن حيان يدلهم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، فلقيهم على ذلك الماء فأصاب تلك العير وما فيها، وأعجزهم الرجال فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. انتهى يا شيخ. في غزوة قرقرة. تفضلوا. أحسن الله إليك. غزوة قرقرة الكدر. قال الواقدي إنها في المحرم سنة 3، وهي ناحية معدن بني سليم، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وكان صلى الله عليه وسلم الكدر. طبعا غزوة قرقرة الكدر بضم الكاف وسكون الدال الكدر. نعم الله إليك. وكان صلى الله عليه وسلم بلغه أن بهذا الموضع جمعا من سليم وغطفان، فلم يجد في المحال أحدا، ووجد ولذلك تسمى بغزوة بني سليم، ولذلك تسمى بغزوة بني سليم. نعم. عارفين فين مكان؟ جهة مهد الذهب، جهة مهد الذهب. نعم، عند منطقة اسمها الأرضحية، عند منطقة اسمها الأرضحية، يعني تبعد حوالي 100 كيلو عن ايش؟ عن المدينة، تبعد قرابة 100 كيلو عن المدينة. اي نعم. منهم غلام يقال له يسار، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ظفر بالنعم، فانحدر به إلى المدينة، فاقتسموها بصرار على 3 أميال من المدينة، وكانت النعم 500 بعير، وأسلم يسار. القرقرة أرض ملساء، والكدر طير من في ألوانها كدرة، ومنهم من يقول قرارة الكدر، يعني إنها مستقرة هذا الطير. إنها مستقرة الطير. نعم. مقتل كعب بن أشرف الشيخ طويلة جدا، يعني خليها الدرس الثاني بعد إذنك. كما تحبون. إذا وقعت غزوة تفضل. نعم تفضل أكمل. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. أكمل الشرح. عليه الصلاة والسلام. غزوة الكدر هذه كما قلنا، أو كركرة أو قرقرة بالكاف والقاف، هذه كانت في شوال من العام الثاني من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما نقل ذلك ابن إسحاق. وقال الواقدي كانت في محرم سنة 3، وهي طبعا في قبائل بني سليم، والماء يقال لها له الكدر، ماء يقال له الكدر، فلما قلنا هي قرارة الكدر أو قرقرة الكدر أو قرقرة الكدر، كما قلنا رعاكم الله في قريب من مهد الذهب. اللواء كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، واستخلف النبي على المدينة ابن أم مكتوم، وظفر النبي بالأنعام والشاء والرعاء أيضا، وأسلم. وكان ذلك لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام، كان في العاشر من شوال، العاشر من شوال. نعم، صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، آخر دعوان الحمد لله رب العالمين.